عاد قطاع غزة ليكون من جديد ساحة للحرب مع انتهاء الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، وعادت معها عجلة الموت والدمار لتهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين. وعلى الرغم من الموقف الأمريكي المعروف بدعم ومساندة إسرائيل على طول الخط، إلا أن هنالك ما يمكن أن يوصف بالتغيير النسبي في موقف واشنطن تجاه الأحداث. فوزير الخارجية بلينكين أجرى زيارة هي الثالثة إلى المنطقة، وهي بحسب وكالة بلومبرغ تحمل رسائل تتضمن بعض الصرامة بشأن قواعد الاشتباك في غزة. بلينكين قال على المدرج في دبي قبل لحظات من ركوب الطائرة التي ستعيده إلى واشنطن أنه أبلغ إسرائيل بضرورة توفير حماية واضحة للمدنيين والاستدامة المساعدات الإنسانية في المستقبل. هذه الزيارة وسابقاتها لا تنقل وجهة بلينكين بمفرده، بل هي انعكاس لقلق إدارة بايدن من طبيعة سلوك إسرائيل في الحرب والانزعاج المتزايد بين كبار المسؤولين في واشنطن بشأن الأزمة الجديدة التي تنتظرهم. بلومبرغ نقلت عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن بلينكين سأل الإسرائيليين عن المدة التي يتوقعون أن تستمر فيها الحملة، لكنه لم يحصل على إجابة واضحة. إصرار نتنياهو وفريقه العسكري على المضي في الحرب وقلق واشنطن المتزايد حول الوضع في غزة وعلى مصير الرهائن الأمريكيين وغيرهم، إلى جانب الضغط الذي تمارسه دول عربية وإسلامية لوقف الحرب، قد تكون بمجملها عوامل تدفع واشنطن لحث إسرائيل على تعديل سلوكها خلال القتال من جهة، ولأن تسعى إدارة بايدن بمساعدة أطراف الوساطة الأخرى للتوصل إلى هدنة جديدة توقف نزيف الدماء.